العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نحن اليوم مع المكتوب 46 و200 من مكتوبات مولانا الشيخ أحمد الفاروقي السرهندي قدس الله سره العزيز. يقول مولانا الشيخ بعد بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وأصحابه الطاهرين أجمعين. قال: أورثت الصحائف الشريفة الواصلة متوالية ومتواترة أفراحا متوافرة. الله يرضى عنه، والله مؤدب. قال له: الرسائل اللي بعثت لي إياها ورا بعض قلبي رقص قد ما فرحت فيها. شوف الذوق والأدب. ولم يوجد من يتوجه إلى تلك الحدود، يعني لعندكم، حتى نكتب جواب. لك عم تبعت 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 يا شباب يا أحبابنا يا كذا، في حدا رايح لهني؟ في حدا؟ مشان هيك تأخرت عليك، يعني اعتذارها، مو أنه عم بهملك أنا. طب سيدنا يبعت له على الواتس قدس الله سره، وظاهر ما عنده موبايل، كان يبعت له على الواتس، على المسنجر، على اللاين، على مدري شو، 50 وحدة صاروا. الظاهر ما كان عنده يا الموبايل، ما في شبكة عنده، ضعيفة. قال: فالمرجو مسامحتكم. سبحان الله. قال: وبعد وصول مكتوب صحبة المير داد، اسمه داد يعني اسم فارسي، كنت يوما قاعدا في حلقة مع الأصحاب. قال له: أنا أحكي لك شو صار معي بالنسبة إليك. قال له: مرة قاعد مع الأحباب بعد الصبح، بعد صلاة الصبح، فظهر توجه مني إلى جنابكم بغير قصد، وأنا قاعد مع الأحباب بجلسة ذكر أو بدرس أو بصحبة، توجهت لك بس والله بغير قصد. توجهنا سيدنا بقصد بغير قصد. وصرت في صدد رفع بقايا الآثار، وشفت قلبك فيه شوية تشويش، سحبت لك ياهم. عم بيقول له: بس والله مو بقصدي، لا تأخذني. يعني بالفعل مو بقصده، أحيانا توجهات تصير أحيانا بدون قصد، تصير أحيانا توجهات بدون قصد. قال: التي وقع النظر عليها، اللي شفته رفعته، وكنت مشتغلا بكمال الاهتمام بدفع الظلمات والكدورات المحسوسة حتى صار هلال كمالكم بدر التمام، وانعكس ذلك البدر على ما أودع في أودع في شمس الهداية. له: حتى ما شاء الله صرت مثل البدر، قلبك مثل البدر، وانت بالأصل الله هاديك وعاطيك ومتفضل عليك وتكرم عليك، فصار نور على نور، حتى لم يبقى في جانب الكمال شيء متوقع ومنتظر إلا أن يتسع الظرف بعد ذلك، فهو يأخذ بقدر وسعته شيئا فشيئا. المهم: وأدمت النظر إلى صورة هذا المعنى المثالية زمانا طويلا إلى أن حصل اليقين بصدقه، الحمد لله على ذلك. الحمد لله تميت تحت المراقبة كمان بعد منها، ما تركتها عشان تتم محافظ على هالحالة. قال: والحمد لله. قال: وحصول هذه الدولة، هالحالة اللي صارت معك، هالمقام، هو تأويل تلك الواقعة التي رأيتها، أو رأيتها أنت بالظاهر، شايف رؤيا وبعت له إياها بالرسالة للشيخ، إنه أنا شفت كذا وكذا وكذا وكذا. فالشيخ قال له: تعال قل له. من الآخر، أنا مرة كنت قاعد بعد الصبح مع الشباب، توجهت لك بغير قصد، لا تأخذني، نظفت لك واشتغلت لك وصار قلبك مثل البدر، إيه، فهذا تأويل الرؤيا اللي أنت شفتها. أبصر شو شايف رؤيا، وعرضها عليه.
قال: وسألت حصولها بالمبالغة والتأكيد لله سبحانه وتعالى المنة، قد حصل مقصودكم بالتمام وأنجز الموعود وقد وفي بالعهود. يعني بالظاهر بعت له وقال له أنا شفت بالرؤية هيك وبركي معيدكم تتوجهوا لي وكذا. قال له مشي الحال، وجهنا لك من زمان أو صار أو صارت هي وقت بين المراسلة بالروحة والجية، شهر روحة وشهر رجعة، مو مثل هلا. يعني فقال له حصل اللي بدك يا بالتمام، ونرجو أن يحصل التكميل على مقدار هذا الكمال. إن شاء الله بتصير أنت كمان مكمل لغيرك مثل ما صرت كامل، إن شاء الله يصير عندك قدرة التكميل لغيرك. قال: وتنور أطراف تلك الحدود، أو تنور أطراف تلك الحدود من وجودكم الشريف. إن شاء الله بهديك المناطق اللي أنت فيها كلها شو بتصير؟ بنورك منتشرة إن شاء الله، بتكمل القلوب وتكمل السلوك وإلى آخره. سبحان الله، سبحان العاطي، سبحان المتفضل. والله الله، إذا الله بالمعنى العامي حقلكم إياها، بس مو معنى الحرف، يا تكفروني بعدين إذا الله بيحط واحد براسه. شلون بيطلع؟ يعني بده يزبطه. وإذا عارف الله بيحط واحد براسه، بإذن الله بيمرق، لأنه ما بيحطه براسه إلا يكون الله حط له إياه براسه. سبحان العاطي، سبحان العاطي، الأولياء درجات. أولياء درجات، اللي من مقام مولانا الشيخ أحمد فاروق السرهنتي، هدول جواهر نفيسة قليلة، يعني كل مئات السنين ليجيك واحد. كل ما الجوهر صار نادر أكتر، شو صار؟ غالي أكتر. الألماس ليش غالي؟ إنه نادر. واللؤلؤ اللي بيطلعوه من الصدف بالبحر، إلى أنه بيفتح له مليون صدفة لتطلع لولية واحدة، وبيغوص وبحر وبحر لتطلع له لولية. غالي كتير، نادر. فالأولياء اللي بهالمقام هدول ندرة، الله يقدس سره. قال: وكتبت شكاية من فقدان التوفيق. قال له: أنت كتبت لي أنه حاسس أنه الله مو موفقك. ليش؟ كل التوفيق موفقك، شو بدأ غير هيك؟ فمولانا الشيخ عم يقول، قال: والظاهر من كلامك أن سببه قبض مفرط. مسكين صار مع قبض شديد، فهذا القبض من شدته فكرت أنك أنت إيش؟ مالك موفق. شو مالك موفق؟ هذا قبض، لأنه الإنسان ما بيجي تجلي القبض. إحنا أنا وياكم ما بنعرف القبض، لأنه ما بنعرف البسط. يعني ما بيعرف مرارة القبض لتعرف حلاوة البسط. على قدر حلاوة البسط تشعر بمرارة القبض. ذكى نحن ما بنعرف البسط، شو بنعرف القبض؟ لا، يا كل الأمور عادي، كله طبيعي، كله عادي طبيعي. لكن لو كنا صار معنا البسط والفتح العظيم، بعدين تسكر كل شيء، يا لطيف بجد. فهذا القبض، قال له هذا صار معك قبض شديد، أنت مفرط. وحيث كان قبضكم مفرطا وطويل الزين، يكون مسببه أيضا طويلا. ما دام القبض طوال، معناها سبب القبض كان كبير طويل. ومع ذلك ينبغي أن تكلف نفسك بإتيان الأعمال وأداء العبادات. الأدب مع القبض شو تساوي؟ تبقى على أورادك لو كان في قسوة. قال: حانفجر، ما تتحمل،
ماري أدران اذكر، ماري أدران تهجد، قال قوم تهجد هالركعتين صليون ولو غصب عنك ولو شعرت بجبال على قلبك، لأنه أنت بدك تم مؤدب بوردك. وجلسة الذكر عود لو حسيت جبال على قلبك، خليك فيها. بيجي وقت بعد القبض شو بيجي؟ بسط. أما وقت القبض ما بذكر، وقت البسط بذكر. وقت القبض ما بصلي تهجد، وقت البسط بصلي تهجد. وقت القبض ما بيجي على الدرس، وقت البسط بيجي على الدرس. معناتها أنت عبده البسطي ولست عبد الله عز وجل. القبض اصلا يا شباب، القبض تجلي. في ناس فكر القبض غضب، لا لا، القبض الالهي تجلي. ما بتحب الله انت؟ الله من اسمائه اسماء جلاليه، العظيم شديد العقاب منتقم يا لطيف، الله يشيرنا. ومن أسماء رحمن رحيم لطيف، شيء ظريف. فلما بيتجلى بصفات جلالية يا لطيف تجلي، الله عم يتجلى عليه. ما بدك تجلي، تجلي. ولما بيتجلى بصفات جمالية بده رؤوف رحيم، يا سلام، لاي حالك دايب مروق. ايه، ومنتقم جبار يا لطيف. فالقبض تجلي والبسط تجلي، وأنت متجلى عليك في الحالي. فتأدب مع الله عز وجل، تجلى عليك تجلي قبض، خليك مستقيم. مطق فيوزاتا على أخي، والله طق بالمرة، هات لألاك اليوتيوب لنشوف لنا شي فيلم تركي لنتعلم اللغة بس. أيوة، وراح بقى بهالمناظر وبهالأشكال والألوان على الأخير. اليوم هلأ إجازة، شو إجازة؟ لأنه ما خلص صار معه قبض، طاقة في ذاته. إيه، وعالدرس ما وكذا، ما طقت في ذاته بالمرة. ما بيجي بسط، إيه بيقعد على الجامعة، الله هات المسبح، هات لنذكر الله. هذا قليل الأدب، هذا قليل الأدب. أنت عبد الله، تجلى عليك قبض بسط، بدك تم مع الله. شو بدك تم مع الله؟ ولو مهما كان التجلي شديد، ما لازم تغير ولا تبدي ولا تنحرف مهما كان شديد. هي الكلام، يعني احيانا الشباب يقولوا على صاير معنا قبض، هن ما في بسط ولا قبض ولا بسط صاير. الله يتوب علينا، الله يتوب علينا. بس يعني اذا في واحد ذاكر سمع هالكلام صار معه قبض بعد بسط، نحن في عنا دروس موسعة بهذا على الموقع قديمة، ممكن يراجعها. لكن إذا صار للذاكر قبض، يصبر ويبقى مؤدبا مع الله، ويبقى على ورده، ما بيغيره. لن أبرح الباب حتى تصلحوا عوجي وتقبلوني على ذلي ونقصان. تم ثابت، ما بيتغير ولا بيتبدل. ولو جبال الدنيا على قلبه، يعني لو بده يعارك حاله معاركة، تم جلسة الذكر بيتم بالصلاة بأوراده، وما بينقطع أبدا حتى يزيل الله عز وجل هذا القبض. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.